واحنا بنتكلم على المكاسب، احنا عندنا مكسب كبير في حراسة المرمى. اطمنا شوية بعد إصابة الشناوي من أداء أبو جبل امبارح. عشان كده احنا معانا دلوقتي على التليفون الكابتن فكري صالح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق. صباح الخير يا كابتن فكري، وألف مبروك على المكسب. صباح الخير كابتن حسام، صباح الخير كابتن جمانة وضيوفكم الأعزاء. صباح النور يا فندم. قبل ما ابتدي بقى اتكلم على الشناوي وابو جبل، احكي لنا كده على تليفون كابتن عصام الحضري مدرب منتخب مصر، كان في مكالمه ما بينك وما بينه قبل ماتش امبارح، احكي لنا على المكالمه دي. لا، هو على طول في تواصل يومي على طول مع عصام، حتى لما كان بيلعب في امريكا، لان دي يعني عصام يعتبر من في كيمياء معينه بينه وبيني، وسواء هو لاعب سواء هو مدرب. فبالتالي انا حتى كنت حاسس اني، لان اللي حصل لمصر ان الروح رجعت من كاس العالم 2018. احنا كان منتخب مصر فاقد الشخصيه والهويه والروح، يعني الفتره اللي فاتت دي كلها ما كانش موجوده الروح القتالية بتاعة منتخب مصر اللي كانت موجودة أيام الجنرال العظيم محمود الجواري أو الكابتن العظيم حسن شحاتة. هذه الروح القتالية والشخصية والهوية هي ظهرت امبارح لعدة عوامل. واحد، غضب الشاب المصريين بالكامل سواء نقاد سواء مواطنين على الأداء في بالذات ماتش نيجيريا، وبالتالي بقى في ضغط غير طبيعي على اللاعبين الموجودين، لان ويمكن احنا كلنا شفنا المؤتمر الصحفي اما طلع محمد صلاح يتكلم، وهو يعني الحته دي هو طلعها، يعني طلع احساسه ان اللعيبه، وان ده هو ما بتاثرش انما اللعيبه بتتاثر بيها. والروح القتاليه دايما بتيجي يا كابتن حسام، بتيجي ازاي؟ بتيجي من خمس عناصر. الخمس عناصر دول لا يعني عشان واحد يبقى عنده الشخصيه والروح القتاليه لازم يبقى عنده خمس عناصر. ايه هم؟ التحدي والاصرار والعزيمه والالتزام وحسن التوكل على الله. ودي اللي بتفرق بين اي تيم، حتى لو فنيات الفريق اللي قصاده اكتر. وكلنا شفنا في تونس مدير فني عنده كورونا، 8 لعيبه عندهم كورونا، اما نزلوا لعبوا كان عندهم الخمس عناصر دول اللي هي في الاخر بنسميها الروح القتاليه او شخصيه. كلمه الشخصيه، شخصيه منتخب مصر، يعني الكل تحت علم مصر، لا في صحيح أهلي يا فندم، ولا في زمالك ولا في مقاولين ولا في اسماعيلي، كله تحت علم مصر. فطبعا صحيح، الحمد لله ان الروح دي اما ترجع، لا دي خلاص، يعني انا عشان كده بقول مصر وهذا الجيل هيرجع بالنجمه الثامنه بالمشيئة، مهما كان اللي قدامنا ايه. احنا شفنا، احنا بنلعب ايطاليا زمان كسبنا ايطاليا، باللعب البرازيل عملنا ايه؟ كانت برضو كان في حاجه اسمها الروح القتاليه والهويه والشخصيه. صحيح يا فندم، يعني الكوره الحقيقه ما فيهاش ثوابت، يعني شفنا مفاجآت كتير جدا. طيب كابتن فكري، نخش على اداء عصام. طبعا الشناوي، محمد الشناوي، بقول له هو ده سؤالي بقى لحضرتك يا فندم. لما كنت اتفرج امبارح وخرج الشناوي، في البعض فعلا قلق، يعني اتوتر، ابتدى يتوتر شويه. حضرتك لما خرج الشناوي يعني قلقت ولا كنت مطمن ان ابو جبل قدها؟ لا، كنت مطمئني تماما، لان انا عارف اللي بيدور مع عصام يوم بيوم. اتنين، حتى لا قدر الله ابو جبل جرى له حاجه، محمد صبحي ومحمود جاد جاهزين، لان الاربعه كانوا بيشتغلوا على قلب رجل واحد. فهي المشكله ان واحد بس اللي بيلعب، لان هذا البوزيشن فيه لاعب واحد، فدايما اللاعب الواحد هو محمد الشناوي. امبارح بالتقييم الفني، محمد الشناوي وابو جبل هم اللي جابوا لنا المباراه، لان في ثلاث مواقف
اتشاطت على محمد الشناوي اهداف مؤكده قدر ينقذهم. اما نزل ابو جبل في الشوط الثالث انقذ قذيفه وانقذ ضربه الجزاء، فبالتالي خمس مواقف جوه على مصر على اثنين حراس النتيجه بتاعتها امتياز مع مرتبه الشرف. وبالتالي ومش عايزين ننسى ان محمد الشناوي لولا ما كناش لعبنا مباراه امبارح، لولا ولولا التفوق الفني العالي والمستوى العالي بالنسبه لمحمد الشناوي، عشان كده اختاروه احسن حارس مرمى في دوري المجموعات. فطبعا كابتن فكري هنا بقول مبروك لعصام الحضري لانه عامل مجهود غير طبيعي مع الاثنين. واما اقول مجهود مش موضوع تدريب فني، التدريب النفسي، ان ازاي نلاقي لقطه زي امبارح الشناوي وابو جبل وهم حاضنين بعض، هي دي بقى الهويه المصريه، مصر عادت شمسك الذهبي. طيب اخيرا اخيرا كابتن فكري سؤال مهم جدا، وحضرتك كنت مدرب حراس مرمى المنتخب وكان معاك اسامي تقيله قوي في فتره توليك التدريب في المنتخب، دايما بيبقى فيه كده التنافسية ما بين حراس المرمى لان هو لاعب واحد اللي بيلعب، مش زي الدفاع مثلا اتنين لعيبة او اربعة لعيبة او تلات لعيبة لو بنلعب بتلاتة ورا. التنافس ما بين الشناوي وابو جبل، ما بين حارس مرمى النادي الاهلي وحارس مرمى نادي الزمالك، والناس دايما يعني للاسف بتقول الاهلي احق لا الزمالك احق والتفصيلة دي، وان مدرب حراس المرمى كابتن عصام الحضري لسه اول مرة يدرب، ازاي حصل التناغم وفي نفس الوقت حافظنا على التنافس؟ يعني احنا شفنا بعد الماتش بعد اصابه الشناوي ابو جبل رايح بيطمن على الشناوي، وبعد الماتش الشناوي بيسجد وبيقوم يجري على ابو جبل عشان صد ضربه الجزاء، ازاي نحافظ على التنافس وفي نفس الوقت يبقى في روح حلوه ما بين الحراس؟ ما هو ده ابو الكباتن اللي عامله الجهاز الفني، وطبعا لما اقول الجهاز الفني يبقى بقياده الحته دي بتاعكم، ان في منافسه قويه جدا بين الاربع حراس الموجودين، وفي نفس الوقت كل واحد متفهم ان هذا البوزيشن هو واحد بس اللي بيلعب محمد الشناوي، انما لو لا قدر الله جرى له حاجه احنا كلنا جاهزين. اما يبقى المفهوم ده موجود تشوف الروح المعنويه اللي انت شفتها امبارح، وتشوف ان الاثنين بيحضنوا بعض ازاي، وان ده بيروح لده وده ازاي، ما 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 بتشوفش اللي بيحصل في الانديه كلنا عارفين. بالظبط. يعني هتلاقي في علاقات متوتره بين حراس مرمى في انديه وانديه كبيره. متوتره لدرجه انها بتوصل على الميديا. ولكن اللي احنا شفناه امبارح هي دي الروح القتاليه. طبعا يا فندم، واحنا بناكد عليها الحقيقه طول الوقت، يعني المشهد اللي شفناه امبارح كان اكثر من رائع، هذا السلوك نتمنى ان هو يكمل على طول ويستمر. بشكرك شكرا جزيلا كابتن فكري صالح مدرب حراس المنتخب الاسبق، بشكرك يا فندم جزيل الشكر.